كتب في المالية، التسويق، وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات الاقتصادية حاضرة في الصالون الدولي للكتاب، إصدارات من شأنها مساعدة الطلبة على إنجاز بحوثهم ودراساتهم الأكاديمية. الحمد لله جاتنا الفرصة أن نزور المعرض الدولي للكتاب بهدف أن نطلع مجموعة الكتب في الميدان الاقتصادي، لأنه الطالب لازم يكون ملم بجميع الجوانب تاع الميدان الاقتصادي باه يكون التكوين تاعو شامل ومكتمل. غالبا أي واحد يهتم بالجانب الاقتصادي، أنه تلقاي بزاف ناس من مجالات مختلفة يدخلوا في بيزنس، فلازم عليهم يكونوا عندهم على الاقل مبادئ ولا اساسيات في الاقتصاد باش يقدروا يمشيوا البيزنس تاعهم. كاين بزاف امور في ممكن نفهم سيروره السياسه، سيروره العمل، ندخل في مشاريع واش من المشاريع ندخل فيها. قله النشر في المجال الاقتصادي الى جانب غياب الكتب المتخصصه وانحصار الاقبال على فئه الطلبه والباحثين من بين الإشكاليات التي طرحها العارضون. للأسف الشيء اللي لاحظوه هو ربما نقص في النشر في هذا المجال. نطلب أنه تكون فيه يعني كتابات أكثر، خاصة في المرحلة التي نعيشها، حتى يكون يعني نوع من بريس دو كونسيونس بالنسبة للمواطن. في أقلية جدا، ما فيهاش يعني الاهتمام كبير بحكم ربما دراسات متخصصة، فالقارئ أقول الإنسان العادي ربما يعني يجد صعوبة في فهم هذه الأمور إلا إذا كان مهتم ولا يعني مختص. أما غالبية عموم القراء فغالبا ما فيش اهتمام كبير يعني. على غرار المهتمين بالإصدارات الاقتصادية، جموع غفيرة من محبي الكتب في شتى التخصصات احتشدوا في أروقة الصالون وممراته للإطلاع على أزيد من 300 ألف عنوان تقدمها 1200 دار نشر مشاركة في المعرض.